للأسف البعض يتصور أنه يلا سوي أولاد وسوي كذا وعلى الله، مهم سوي لك فد جيش من الأطفال، ثم ماذا؟ ذول الأطفال يحتاجوا إلى تربية، يحتاجوا إلى تغذية، يحتاجوا إلى توجيه، يحتاجوا إلى هداية، وأنت أين من كل هذا؟ سوين؟ بعض الآباء للأسف مباراة عندهم، يعني تبارة أنا عندي 7 يقول 8 إلا أسوي 9، كلام تعبان ما إلى أي قيمة، يتبارون في عدد الأولاد ولكن لا يصرف دقيقة واحدة في أن يجلس بابا شلونك حبيبي هذا شنو صار، ابن صديقك منه هو شو يقول لك، المعلم شنو قال لكم، أكو واحد يا ذيك لولا سمعت حكاية بابا ترى مو زينة، أبدا أبدا. لما والأدهى من ذلك تسأل ابنك أي صف ما يدري. فالقرآن الكريم يقول يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، أنتم مسؤولون، مسؤول عما تسأل عنه، وما تسأل عنه أولا عن نفسك ثم عن أهلك. لذلك أكو آثار أخرى أستاذ مرتضى، آثار أخرى، ينقطع ابن آدم بالموت، ينقطع ابن آدم عن الدنيا إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يعني أنت لما تترك أثر، هذا أيضا بعد موتك هم إلى أثر، كما أنه الأثر إيجابي كذلك أثر شنو؟ سلبي. سلبي. نعم. أن اليوم اللي ابني تعبان، ابني ما مؤدب، ويمد إيده على فلوس الناس، يمد إيده على أعراض الناس، هذا سأحاسب على ذلك قطعا. تقول عجيب، نعم هذا مو كان ابنك، هذا مو كان خامة. الأولاد صغار خامة، يعني مثل الطين الصناعي، هذا الطين الصناعي يسوي جندي يصير جندي، يسوي ثور يصير ثور، يسوي حائط حائط، يسوي سيارة طين صناعي خامة. فأنا أقدر هذا الولد أصنعه بما أريد، بس ما أصنعته، ما سويت ولا درت لبال، المهم ابني نجح اشتري له موبايل. بابا هذا الموبايل أنت جاي تطي سكين لابنك اللي ما يعرف شلون يستعملها، تطي سم ما يعرف أن هذا سم أو شوكليت. أكو جهل عجيب وغريب في فهم الأولويات، في طرق التربية، في أساليب الإرشاد، في حقوق الأسرة، صنفت شيء عجيب من الجهل الصافي. نعم. القرآن الكريم ينبه يا جماعة ديروا بالكم. يقول سيدنا ما كنت أدري، الآن تفضل يلا الآن، يعني أي وقت تنتبه أنت أبدأ.